السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. وتعطي لكم مقطع جديد شرح تحديات الأسبوع الثالث من لعبة فورتنايت. طبعا شباب، بالنسبة لأول تحدي إنه تجمع 3000 موارد، يعني خشب وطوب وحديد، بغض النظر شو هم، بتقدر تسوهم بنفس الجيم، يعني تجمع 1000 من نوع وترمي 1000، ترد تجمع 1000 ثانية، أو بأكثر من جيم بتسوها كمان. فأنت سوي المناسب، 3000 موارد لازم، طوب وخشب وحديد بغض النظر. التحدي الثاني، بدك تدمج ناس 500 نقطة، يعني 500 دمج بأسلحة كاتم صوت عليها، اللي هم في باللعب سلاحين، الاس ام جي السايلنت والبيستول. بوريكم صورهم، الاس ام جي اللي فوق الكاتم والبيستول اللي تحت الكاتم. بأي سلاح فيهم دمج 500 دمج، يعني مش 500 شخص، 500 دمج، يعني طخ على الشخص أكثر من مرة ببلش النقاط تزيد. التحدي الثالث، تفتح 7 صناديق بمدينة جانك جانكشن، هذه هي على زاوية الخريطة من فوق، تفتح فيها 7 صناديق. وبالنسبة للتحدي الرابع، بدك تهبط على 7 أماكن مختلفة، طبعا 7 أماكن من اللعبة حاطينها بعد التحديث. تلقى فوق جبل مثلا دائرة، بوريكم إياها، لعبة حاطة زي دوائر مختلفة موزعينة بالخريطة أكثر من 7، زي ما تشوف الدائرة اللي فوق الجبل. دور على 7 أماكن زيك فيها دوائر وهبط فيها، تمام. وبالنسبة للتحدي الخامس، بدك تروح على تدور على خريطة الكنز وتدور على الكنز اللي هي النجمة. طبعا انا اختصر عليكم شباب، مش راح اوريكم خريطة الكنز، راح اعطيكم مكان الكنز نفسه. طبعا انا راح اروح معاكم واوريكم كيف نجيبه، بس متى؟ بعد ما اشرح التحديات الباقي اللي هو التحدي السادس والسابع، بعد ما اخلصهم تلقوا بنهاية المقطع شرح كيف نجيب النجمة. فيلا بالنسبة للتحدي السادس، اللي هو انك تذبح شخص بسلاح السهم او سلاح الرمح الجديد، مش جديد، هو له فترة، بدك تذبح شخص بالسلاح هذا. وبالنسبة للتحدي السابع، بدك تذبح 3 أشخاص بمدينة سولتي. للناس اللي ما بتعرف مدينة سولتي، أنا بوريكم إياها، هذه مدينة سولتي شباب، بدك تنزل فيها وتذبح 3 أشخاص فيها. طبعا شباب، نرجع للتحدي الخامس اللي هو كيف نجيب النجمة أو الكنز. أنا بختصر عليكم، ما بوريكم وين الخريطة، بوريكم وين الكنز نفسه اللي هو بين الجبلين محل ما حطيت الدائرة. فبسرع المقطع وبننزل بنشوف النجم وين. طبعا شباب، زي ما نزلت انا هي جنب الشجرتين، بين الشجرتين راح تلقوها، بين الجبلين وبين الشجرتين، فبتكبس مربع بتعمل كولكت بتاخذها. هيك انت اخذت الكنز، راح تزيدك 1 تير بالباتل باس. تمام شباب، اتمنى يكون الشرح واضح، واتمنى انه يكون عجبكم. فاذا عجبك الشرح اتمنى تنساني من لايك، واذا ما كنت مشترك بالقناه اتمنى انك تشترك وتفعل زر الجرس. ومع السلامه.